أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل
فإنما يطل عليها وما أنا عليكم بوكيل وأما ثم فصلت
من لدن حكيم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم هكذا اخوة الايمان والاسلام استمعناهم من قلب الطاهر الى قلوب طاهرة. استمعناهم الى القارئ الاول بمركز ومدينة الدلجات. استمعناهم فضيلة الاستاذ القارئ الاستاذ عبدالله السجا حاصل على اول جمهورية في ليسانس القراءات وعلوم القرآن والمواجه الاول بالاثر الشريف والمقيم ببطر ومدينة الدلنجات. اما بذلك على الادارة الهندسية والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت ادارة واشراف الحاج عبد المنعم زغزوف. الحاج عبد المنعم زغزوف مقيم بمركز تاي البارود. وكل من تقدم بالعزاء فكان سعيه مشكور والبقاء لله وحده.